الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على خير من بعثه الله رحمه للانام محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك واكرم وانعم على عبدك وخليلك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه وسن بسنته الى يوم الدين وسلم عليه تسليما كثيرا في هذا الزمان يسر على الناس التواصل مع الاخرين صار من السهل جدا انك تتواصل مع اي شخص تعرفه او ما تعرفه عن طريق الاتصال عن طريق الرسائل عن طريق ما يسمى ببعض هذه البرامج الواتساب اللي غير مرتبط في اي دوله تتواصل معه عن طريق التويتر عن طريق الانستغرام ما تدري وين أرضه ولا وين سماه شخص معين ترسل له رسالة توصل له الرسالة تعرف رغمه ولا ما تعرف رغمه وبناء على اليسر كثرة انشغالات الناس قديما ما أحد يعزمني إلا اللي يعرف بيتي وعرف تليفوني الآن لا ممكن تجيك العزايم والمواجيب من ناس تعرفه وما تعرفه معرفة قديمة هذه المواجيب الاجتماعية مع كثرتها الحين كل بين فترة والثانية تتعدد هذه المواجب إنزالة بيت سلامة مريض هذا رد من السفر هذا تخرج ولده من المدرسة هذا تخرج من الجامعة كثرة الالتزامات والمواجب جدا صار على حساب هذا كله شنو على حساب الاجتماعات الاسريه صار الزوج مرتبط و وطلعاته وروحاته ورداته وربعه وصار نفس الشيء المرة المراه عندها عمل صديقات بالعمل جارات في المسكن عندها بنات عم وبنات خال وعندها صديقات ال 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 الكليه وزميلات المدرسه وهذه كل يوم عزيمه وكل يوم ارتباط وكل يوم موجب من هالمواجب على حساب ماذا؟ على حساب الأسرة. لازلت أذكر في ذهني أن طالب من الطلاب يحكي لي يقول أتمنى والله أتمنى أن والدي يجي المدرسة يسأل عني. يقول كنت أتحسر لما أشوف يعني الطلاب اللي في عمري كل بين فترة والثانية الأبو يسأل الأم ساعات تسأل اجتماع أولياء الأمور يحضر أبوه يقول لدرجة أنه يقول حق والدي يبا تعال اسأل عني يعني خلي يعرف المدرس أنه والله وراي أب يسأل ويتابع وكله يقول الوالد والله أنا مشغول أنا لاهي ما عندي وقت ما عندي كذا دوامي ارتباطاتي هذه كلها المواجيب للأسف فرقت ما يسمى بالاجتماع الأسري قديما كنا نجتمع اجتماعات أسرية أنا أتكلم عن نفسي لازلت أذكر في, في صغري لما كنا نرد من المدرسة قبل الوالد رحمة الله عليه وعلى أمات المسلمين رادين جواعة هذا من الابتدائي هذا من المتوسط نبي نتغدى والوالدة إلى الآن ما رد من, من العمل والدة تقول أبدا تنطرون أبوكم من المي يتغدى سوا يما واعه قالت ابدا ما في, ما في فعلا وشعرت بهذا انا بعد وفاه والدتي رحمه الله عليها فعلا كل من رد كل لقمته وراح نام نبي 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 نجتمع على غدا كلنا ما صار في اجتماع فهذه كلها اثار الان الان زادت هذا هذا البعد الاجتماعي والفجوات زادها ما يسمى بكثره المواجب الاجتماعيه فاصل ونواصل الحمد لله عودا على بد قد يقول قائل من المشاهدين او المشاهدات. يعني هذه الوسائل الان قربت البعيد وسهلت التواصل وبالعكس خففت علينا من الاعباء. ما نقدر ما نتركها. انا اقول ولا انا اطالب تتركونها، بالعكس فعلا يسرت كثير من الامور، الان بعض الامور ما يمكن تفعلها الا عن طريق هذه المواقع والحسابات والبرامج. لكن في معالجات من جمله هذه المعالجات تخصص من وقتك بالاسبوع مره مرتين باليوم حسب ظروف كل انسان اوقات معينه ساعات او سويعات يفرغ نفسه فيها من كل ارتباطاته يوم معين على سبيل المثال هذا يوم الغداء زواره غداء جماعي او عشاء جماعي يومين بالاسبوع اي يوم انت تختار يناسب ظروفك ويناسب ظروف زوجتك ويناسب ظروف العيال ما تخلى ما تخلى ايام الاسبوع من ساعة أو ساعتين مرة أو مرتين بالأسبوع من أن كل الأسرة فاضية أحيانا مثلا بعد صلاة الجمعة يوم الجمعة مثلا يوم السبت يوم الإجازة يوم معين نص الأسبوع يخلونا عشاء مو شرط يكون أكل بس على الأقل هذه الساعة كل الأسرة تجتمع الأب الأم أولاد صبيان وبنات كلهم مفضلين نفسهم خلى يوم بالأسبوع ساعة بالأسبوع وباجي الساعة وباجي الأيام عاد اليوم ألتقي مع هذا وأشوف هذا لكن يوم كل الأسرة البيت أسرة البيت الواحد تجتمع هذا أمر مهم جدا كذلك من الأمور المهمة ان بعض الناس ما يشارك حتى اولاده في المشترى يعني ليش ما انت انت تصنع سبب تجمع اولادك تروحون سوا كلكم تشترون مثلا ملابس الصيف خامات وتروحون الخياط تفصلون تاخذ عيالك معك بالسياره وتسولفون وتضحكون ويتعلم ولدك شلون يشتري وشلون يبيع الشغله حق بنياتك انت معهم العيال تروحون السوق انت تصنع تصنع توجد سبب من اجل ان تجمع اولادك معك ليس بالضروره تكون الروحه كلها جماعيه اربع خمس ست سبع عيال لكن على الاقل غير الجمعه الاسبوعيه على الاقل هذه مشوار احيانا المواجب الاجتماعيه اخوك عازمك عم العيال خالك عازمك خال العيال على تاخذ عيالك وتوصيهم يا عيالي ترى اليوم السبت ترى عندكم ارتباط ترى اليوم الفلاني عازمنا عمكم ولا عازمنا جدكم ولا عازمنا خالكم فضوا نفسكم عشان نروح والله هذا ولا ترى بنروح العرس ولا ترى بنروح المناسبه ولا ترى بنروح المستشفى فضوا نفسكم بعد صلاه العصر ترى بنروح سوا بسياره واحده نسلم على عمكم ولا نتحمد له بالسلامه ولا انت دورك ايها الاب دورك انت ايتها الام ما اخلي وليدي هو اللي هو اللي يعطيني الجدول، هو اللي يقول لي يبا ترى خل نروح حق عم ولا خار ولا, ولا نسلم ولا نتحمد بالسلامه. انا دوري الاب انا دوري الزمهم. ما يخالف نعذر ولد عنده ارتباط، عنده اختبار، عنده شغله. بس مو معقوله كل ارتباط اجتماعي وكل موجب اجتماعي وكل زياره احد بالمستشفى وكل كل مناسبه عرس، كل عيال ما فيهم ولا واحد موجود. كل واحد يقول والله أنا طلعاتي وربعي ودوانيتي أنت لا تسمح أنت أيتها الأم لا تسمحي لك أسبوع كامل لك شهر كامل اسرح وامرح مع ربعك ما نمانع لكن هذا الموجب اللي ما يجي يجي احيانا بالشهر مره العرس مو كل يوم احنا عندنا مناسبه عرس دخلت مستشفى مو كل يوم واحد داخل مستشفى تجي مره بالشهر مره بالشهرين مره بالثلاثه لكن تحرص انت ايها القائد ملك البيت ورب البيت انك تلزم عيالك على هذه الزيارات الاجتماعيه من اجل التواصل الاجتماعي والاسري حتى لا تتفكك الاسره وتكون انت شريك في هذا التفكك